سيادة النائب برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا من تلفزيون الحياة. سيادة النائب حوالي 46 يوم وأصدر الستار على إقرار اللائحة الداخلية، وكان هناك العديد من الوقائع والأحداث التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري. ربما كان هناك مناقشات جانبية، ربما كان هناك انسحابات وأيضا إسقاط عضوية وما إلى ذلك. عايز أعرف من حضرتك انطباعك بشكل عام عن أداء النواب خلال مناقشة اللائحة الداخلية، وأيضا انطباعك عن المواد نفسها. أتحدث طبعا بالنسبة لهذا البرلمان، برلمان يعني أتى بعد ثورتين عظيمتين، برلمان كان أمامه تحديات كثيرة جدا، منها أنه كان أمامه قرارات بقوانين 341 قانون، قرار بقانون لابد أن ينتهي منهم البرلمان في خلال مدة 15 يوم، وهذا شرط كان دستوري. أيضا لائحة، بننشئ لائحة جديدة متكونة من 440 مادة، منها مواد أصلية ومنها مواد مستحدثة ومنها مواد يعني مطابقة للدستور. كل هذه الأمور كانت تحديات أمام هذا البرلمان، ولكن في خلال المدة أعتقد لسه لم نكتمل شهرين، كل هذه الفترة اللي فاتت كان فيها نوع من الزخم والحراك السياسي على المستوى أروقة المجلس، سواء في اللجان سواء في المجلس سواء في الغرف المغلقة، أسقط عضوية، وأيضا تم التصويت على قبول استقالة. كل هذه الأمور كانت في حدثت نوع من الرواج السياسي والحراك السياسي في هذه المرحلة. أيضا حدثتني عن أداء النواب، لابد إذا حكمنا على مجلس النواب وأداء النواب في هذه المرحلة سنكون ظالمين إلى أو لا نقيم تقييم فعلي لأداء النواب في هذه المرحلة، إن مرحلة أعتقد 60 يوم أو 56 يوم أو 57 يوم، هذه المدة مدة قصيرة جدا إن أنت تحكم على أداء النواب في هذه المرحلة، علما بأن هذا البرلمان إلى الآن لم يبدأ عمله الحقيقي وممارسته الحقيقية في العمل الجاد والعمل من خلال مباشرة حقوق النائب، أيضا عمله من خلال برنامج حكومة قادم من خلال خدمات ومشروعات. أيضا المجلس أعتقد أنه بعد هذه المرحلة، بعد برنامج الحكومة ما يطرح على البرلمان، أعتقد أن هناك سيكون هو يعني التقييم الحقيقي لأداء النواب.